رجعنا لكم بقى فقرة فنية مميزة هينورنا فيها ضيف مبدع قدر يوصل بأغانيه وألحانه لكل عشاق الفن في مصر وفي الوطن العربي كمان. يمكن كلنا سمعنا أغنية نشيد العاشقين للمطرب أحمد جمال وحبيناها جدا، وكمان رقص عليها آلاف العرايس في أفراحهم. ومش بس نشيد العاشقين، ولكن ضيفنا لحن لعدد كبير جدا من مشاهير الطرب والغناء المصريين والعرب. خلونا نرحب بالملحن والمطرب الجميل أحمد العتباني. صباح الورد عليك. صباح الورد والفل والياسمين، شكر جدا على التقديم ده. انت منورنا. بص بقى قبل ما اقول اي حاجه، واحده من اغانيك اللي انت ملحنهم من اعظم واحلى الاغاني على قلبي انا شخصيا، بصفه شخصيه انا يعني مش قادره اوصف لك. فيمكن الناس حتى اللي متابعيني على السوشيال ميديا انا تقريبا بحطها على 99% من الستوريز بتاعتي، فهنخش بيها طبعًا الاول وبعدين نتكلم بقى براحتنا. يلا بينا. ولا دبلت ولا قبلت تعيش عرف من بعده صحيح، وقعت لكن وقفت وقلبها خف من مرضه. ولا دبلت ولا قبلت تعيش عرف من بعده صحيح، وقعت لكن وقفت وقلبها خف من مرض. وسأل عنها وكان فاكر هيلقاها بتتوجع، وصل له الرد والظاهر ما كانش الرد متوقع. قالوا له انها حلوت بقت ما تخافش وتقوت، وجرحك فيها ولا موت ولا علم ولا غير ولا دبلت. انا ممكن اكمل الفقره كلها، خلي بالك في ولا دبلت اللي هو خلاص بقى. اغنيه جميله جدا طبعا للنجمه الجميله طبعًا. الاحساس العالي جدا طبعًا. جدا انغام بنوجه لها التحيه طبعا طبعا طبعا. احمد انت لحنت كميه اغاني عظيمه جدا والحان مختلفه جدا، انا عايز اعرف بقى مين اقربهم لقلبك الحقيقه؟ يعني اكيد ابتديت بيها، لانه ايه اول اغنيه انت لحنتها؟ اول اغنيه انا لحنتها، بس الحقيقه انا كنت اقصد اللي ابتديت بيها هي ولا دبلت، لانها من اقرب الخطوات لقلبي واهم خطوه انا بشوف ان انا خدتها دلوقتي. انا بحبها جدا. نجمه كبيره انغام، كان احلامي ان انا اشتغل معاها الحمد لله. في التشيك ليست بتاعتي يعني لسه طويله، بس كان عملنا رايت كليك اهو. الحمد لله بالظبط. اوكي. اول اغنيه انا عملتها كانت الفنانه مي كساب، كانت في فالنتاين 2010. والحقيقه يعني كانت بدايه انا بحبها جدا يعني. اما نسمع منها حته طبعًا طبعا كل اغنيه هتقولها خلي بالك هخليك تغني، احنا جايين نغني النهارده. يلا بينا. وحشتني مع ان صورتك وانت عارف ما غابتش ثواني عن عيني. وحشتني مش عايزة اسمع حتى اسف، كفاية تقول وحشتيني بكلام حنين تهون اللي انا عشت فيه وتطمن الخوف اللي قلبي خد عليه. وانا لو عليا مش ناوي اسأل حتى ليه بعدت عني وسبتني. وحشتني وحشتني. خبر ابيض، احنا عندنا مشكله كبيره جدا لما بيكون الملحن كمان صوته حلو. ربنا يخليك. ده احنا عندنا في قصه هنا. طب احنا مش ناويين ننطلق بقى ولا احنا نستاهل ننطلق وننطلق بشده؟ ربنا يخليك يا رب. الحقيقه كان ليا بعض التجارب الغنائيه كده
يعني الحمد لله كان في يعني كذا خطوه اخذتهم في الحته دي، بس يمكن شويه لا زي ما بتقولي محتاج ان انا يعني انا مش شايف انك محتاج حاجه، ربنا يخليك. بس نبقى متفقين، فانا مش بفهم ليه ساعات كتير نلاقي ملحنين بيلحنوا كميه اغاني حلوه جدا، ومنهم ملحن مش هقول يعني الاسم مؤخرا قال انا مش هلحن لحد تاني، مش هدي اغاني الحاني لحد تاني، وانا ندمان على الالحان والاغاني اللي اديتها الناس كان المفروض اغنيها بصوتي. فده ما يخلكش تفكر كده مفروض الحن لنفسي واغني لان انا صوتي حلو والحاني حلوه، فليه ما اخدش بقى الحاجات دي كلها لاحمد بس؟ لا احمد بس صعبه مع احترامي لراي الاستاذ الكبير، بس حلو عجبتني الاجابه. لا التلحين بالنسبه لي ليه متعه خاصه جدا لوحدها، ان انا اسمع فتح لك كمان مجالات تانية طبعا طبعا. اسمع اضافه احساس على لحني، اسمع وجهه نظر. انا عايز اقول تكنيك في الحته دي طبعًا. انك ممكن كمان اللحن انت لو بتلحن لنفسك ممكن تاخد طبقه معينه بعيده طبعًا. خالص انا اقصد بتفتح لك مجالات انك تلعب في الصوت في حته تانية طبعًا. ممكن ما تبقاش لبقالك زي ما بيقولوا يعني، بس تليق على حد تاني، صوت النسائي غير الصوت الرجالي الكلام ده كله. فالملحن يقدر يعمل بألحانه حاجات كتيره ما يقدرش يعملها بصوته هو بالزبط. بس يقدر يعملها بمزجته بالظبط، بان هو يفصل حاجات معينه لاصوات معينه. لا دي متعه وخبره طبعا مع الوقت الواحد بيكتسبها. لا ليها بصراحه طابع خاص وليها متعه لوحدها يعني. طب احنا اول اغنيه كانت مايا كساب، بعديها انغام على طول؟ لا طبعا انغام كان مؤخرا، انغام 2019 لكن مايا كساب كانت 2010، فالنتاين 2010. ف في 9 سنين في 9 سنين. وطبعا يعني كانوا جاب ولا عملنا حاجات في النص؟ لا طبعا عملنا حاجات الحمد لله كتير في النص. انا كمان بحكم ان انا يعني ليا باع شويه كبير في الخليج الحمد لله، لان انا اتولدت وعشت في الكويت 18 سنه فليا هناك برضو بلقيس. شغل كتير بلقيس من النجمات العرب طبعًا. اللي انت برضو عملت لهم اغاني من طبعًا. الاغاني حلوه. طب نسمع حته من اغنيه بلقيس. طبعا انا عملت البلقيس يعني كان ليا شرف ان عملت لها كذا حاجه الحقيقه، بس من الاغاني اللي بحبها جدا الاقرب لقلبك. يعني هي باللهجه الخليجيه الحقيقه، بس عشان هي اسمها عادي انا وراك في الكورال هقعد اقول عاشوا عاشوا مع نفسي ما تقلقش انا معاك. أيوة ما تقلقش. اسمها شطاري. هلا والله. ايوه بالظبط. هلا بالخليج. يلا بينا. شطاري تسالني عن حالي واخباري، وانت اللي غبت شهور لاهي وداري. شطاري تسألني علمني شطاري، وانا اللي مرتاح جدا حالي بغيابك. رجالي تسألني عن حالي واخباري، فز الضمير اللي خون بالهوى وجابك. انت جاي لي النهارده اعيط على الهوى. لا ده انت قصدني بقى. انت قصدني بقى. ايه الحلاوه دي؟ لا حاجه. طب انت بقى الكلمات بتاعت الاغاني، انا عارفه ان انت اشتغلت مع شعراء كبار منهم امير طعيمه مثلا واسماء تانيه كتير وكبيره، فانت اختيار الكلمات بيفرق معاك لما بتسمع الكلام؟ قول لي بقى، انا عايز اعرف التكنيك بتاع الملحن، انا مهتميه قوي بالجزء الفني الموسيقي ده، فقول لي تكنيك الملحن ايه وهو بيسمع الكلمات. يعني تقول اصل انت ممكن بالكلمات دي برضو تخلي اغنيه حزينه جدا طبعًا. ممكن نفس الكلمات تبقى الاغنيه مفرفشه وحلوه كده، فانت بتكرر المود ده ازاي؟ يعني طبعا على حسب. انا يمكن اولد سكول شويه، انا بحب جدا ان انا الحن كلام. دلوقتي في طرق كتير، في فكره انه اللحن بيطلع الاول، التيمه بتطلع وبعدين بيتكتب عليها، بس انا بحب جدا ان انا الكلام يحركني والحن الكلام وابدا اشوف مين اللي ممكن يقول ده. طبعا بعمل كل الطرق، فكره ان تطلع معايا تيمه فيتكتب عليها، ممكن يبدا الموضوع من عند الموزع اصلا، الموزع يعمل شكل فانا اعمل عليه لحن فالشعر يكتب. يعني الفكره بتبتدي ساعات لحن
ولا بتبتدي ساعات كلمات ولا بتبتدي ساعات فنان؟ اصل انت هيبقى برضو صعب عليك انك تلحن الاغنيه وانت مش عارف هي رايحه لمين، مع ان ده بيحصل كتير طبعا. بس بيبقى اسهل لو انت عارف الاغنيه دي راح، لو راح الاصاله مثلا انت عارف طبقه الصوت رايحه فين بالزبط. فهتلعب فين بالظبط في الالحان القصه دي. فانت لما بتجيلك الفكره بتبتديها منين؟ وكل فكره عن الثانيه بتعمل فيها ايه؟ الحقيقه انا بحب دايما يبقى عندي ستوك، لانه مثلا عندي في الحمد لله افكار، يعني لسه كنت بتكلم مع صديق بقول له انا يعني الحمد لله عندي مكتبه كبيره من الاغاني. حتى موقف يعني ان الفنانه انغام يعني تقريبا بعت لها، انا حتى ما بتضايقش خالص او ما بكسفش ان انا اقول كده، لانه بعت لها اغاني كتير جدا على يعني اختارت ولا دبلت، وكان في مشاريع تانية جدا كتيره. من حسن حظنا ربنا يخليك انها اختارت ولا دبلت دي بالذات. انا يعني بحب الغنوه وبحب الخطوه دي جدا الحمد لله، بس يعني على بال ما ده حصل كان في اغاني كتير جدا، والحمد لله انا بالي طويل جدا، لانه في افكار وفي يعني كذا اوبشن ده ممكن يكون حاصل. فبحب دايما يكون عندي ستوك، بحب دايما اعمل افكار وموجوده، بحيث انه وانس انه طلب حاجه لا انا عندي تقدر توظفها بالزبط. بس هي جاهزه عندك في الستوك بالظبط. وطبعا بفصل لو طلب مني حاجه معينه، لا يعني دايما حتى ليا صديقي يقول لي الملحن عامل زي الترزي، احنا بنفصل لو حاجه طلبت معينه، ودي بتبقى ليها متعه برضو خاصه جدا ان طلبت حاجه معينه فانت بتمشي حسب البريف بالظبط. احنا عايزين نعرف بقى، احنا كناس مستمعين بتعجبنا الاغاني وبندمنها الحقيقه، عايزين نعرف المطبخ بقى بيبقى فيه ايه. يعني انت جالك اغنيه تفصيل زي ما انت بتقول كده، بتفصل بيزد اون ايه؟ الشخصيه ليها علاقه، انا طبعا الصوت ده اساسي طبعا. بس بتفصل بيزد اون الشخصيه الاتيتيود، يعني قول لي كده انت ايه ادواتك كملحن؟ طبعا الصوت، امكانيات الصوت، في اصوات تبقي بتشتغلي وانت مش حاطه اي حساب لحاجه خالص، اي اللي هيطلع الشخص او هيعرف يقوله براحته خالص لانه عنده من الامكانيات ما يؤهله لده. طب ولو ما عندوش؟ اصل انتوا بيجي لكم ناس بيبقى ما عندهمش طبعًا. يعني والتكنو بقى بيشتغل على طول، فانت بتبقى وانت بتلحن عارف ان نص اللحن ده هيبقى تكنو تقريبا. هقول لك حاجه، بتعمل ايه بقى؟ هقول لك، وبيبقى برضو تحدي لطيف جدا ان انت تعملي للشخص اللي امكانياته محدوده الجمله اللي ما تكشفوش كده او تخليه يبان انه الله ده حلو جدا صوته حلو، جمله بس جمله لايقه على صوته، فان هو بالنسبه له يبقى قايلها كويس جدا، وانه يبان، لانه هو مش بس هو، كلنا هنبان الموضوع طالع حلو. فهو طب ايه التكنيك؟ يعني لو حد صوته مش حلو او صوته ضعيف مش هنقول مش حلو، فانتوا بتعملوا ايه عشان يبان ان صوته، لا ده صوته حلو والناس فعلا تحب الاغاني وتدمنها؟ بس بنيجي نتفاجئ ساعات في اللايف، يا نهار اسود ده الصوت في حته تانية، ده مفيش صوت. فانتوا ازاي بتعملوا كده في الاغاني؟ مثلا الجمل القصيره، الجمل المتقطعه، مش الجمل اللي جاته الطويله، ده بتبقى اسهل في الغنى، بتبقى معتمده اكتر على الحركه، فده بيخلي الموضوع فعلا اسهل بالنسبه للغنى. كمان الـ يعني التكنولوجيا طورت جدا في البرامج وكده بالظبط. بس ارجع واقول لك لا، ليها متعه خاصه ان انت برضو تفصلي حاجه ما تكشفش ان هو، يعني خلي بالك هو مش لازم يكون صوته مش حلو قوي، بس هو مش حلو في ده، هو حلو، هو قايل الحته دي حلو جدا. فهو ده طبعا، ده كمان يدل على الراب والحاجات كتيره اللي بنسمعها مؤخرا. انت فعلا بتدمن الغنوه وبتحبها بالزبط. مع ان لو احنا رحنا للجانب الفني يعني مفيش، صغيره جدا بالظبط. صحيح. طب نروح بقى النشيد العاشقين. هنغنيها الاول، بس خد راحتك طبعًا. عشان يعني احنا حابين نسمع طبعًا. يعني الناس بيقولوا لي والنبي خليه يغني، والنبي غني طبعا. يلا في الصون والعفاف، أحلى واحدة في البنات، العمر ما قلبي شاف زيها في المخلوقات. تسمحيلي برقصة هادية
تسمحي لي بقربي منك، حلم عمري تكوني راضية عن وجودي بس جنبك. يا خلاصة الجمال، يا نشيد العاشقين، يا إجابة عن سؤال كان شاغلني من سنين. كان سؤال عن مين حبيبتي، مين هتبقى أساس حكايتي، والإجابة كانت انتي. انتي كنتي غايبة فين؟ تحفة والله يا جماعة. وكمان الأغاني لما تبقى قاعد قدام حد وهو بيغني لايف كمان الموضوع مختلف تماماً. فهنشوف هنسمع اغاني ليك باسمك، تلحينك وغنائك امتى؟ ان شاء الله يعني قريب، في بروجكتس ان شاء الله جايه في الطريق، واوريدي يعني ده كان حصل قبل كده. يعني في جابس كبيره بين كل بروجكت والتاني، بس ان شاء الله الفتره اللي جايه لا هتكون انشط. طب في حاجه كده انت قلت من شويه، خلي بالك انا لئيمه جدا. انت قلت انا عندي ستوك على طول، فانت اكيد احمد عنده ستوك لاحمد. يعني في اغنيه ما حدش سمعها وانت مؤلفها، او عندك كلماتها وانت ملحنها، فاحرق لنا حاجه كده. ستوك لاحمد، طب ممكن اسمعك حاجه من اوريدي عملتها، يعني اخترتها لنفسي او نزلتها بصوتي. يعني هي الحقيقة كانت من سنة، بس هي موضوعها تريندي اليومين دول عشان يعني بالتوازي مع معرض الكتاب. فأنا كنت عملت، أنا هتلاقيني حتى بعمل أفكار ممكن ما تبقى أوت أوف ذا بوكس خالص، ما لهاش علاقة بالسوق واللي حصل، بس مواكبة الترندز أهو. بالظبط. فحابب هي اسمها ألف قصة. أوكي. دي ما حرقناهاش في حتة، دي صح، دي جديدة. هي دي نزلت من سنة، بس معلش بس هسمعك حاجة. يا بابي. لما تبدأ في القراية هتلاقيك بتعيش حكاية، فيها ناس شبهك وعكسك، مش بعيدة تلاقي نفسك في الكتاب زي المراية، والحروف تبدأ تشدك، والبلاد الدنيا تاخدك من مكانك زي ما انت، راح تلف في كل حتة، والخيال ملهوش نهاية. اقرا وافهم كل حرف، واعرف اللي ما تعرفوش، مهما قابلك اي ظرف شيل كتابك ما تسيبوش. اقرا وافهم كل حرف، واعرف تعرفوش، مهما قابلك اي ظرف شيل كتابك ما تسيبوش. هتلاقي احسن صديق يمشي وينور طريق، عملة نادرة ما تهملوش. والله يعني البلاتو مليان بهجة وسعادة وطاقة إيجابية خطيرة. الأغنية دي المفروض تبقى شغالة يا جماعة في معرض الكتاب وإحنا موجودين، يعني متهيألي الناس هتبقى طايرة بين الكتب كده. حقيقي أغنية حلوة. مين اللي كاتب الكلمات؟ كلمات محمد حسني، وتوزيع أسامة سامي صديقي ورفيق الكفاح، وإنتاج شركة زوجتي العزيزة مراتي. بحب انا الشراكة دي قوي. طبعا بتبقى لك حفلة جالك ما شاء الله. طيب انا عايز ارجعك بقى لنشيد العاشقين تاني، لان الاغنية دي دلوقتي عاملة بوم جدا على السوشيال ميديا، الناس كلها بترقص عليها في الافراح، حاجة يعني جميلة، والاغنية فعلا جميلة جميلة جميلة. فانا عايزة اشكرك على وجودك معايا النهاردة، نورتني في صباح الورد بجد، صوتك جميل وألحانك جميلة وانت شخص جميل. فعايزين نختم بقى بأغنية نشيد العاشقين مرة تانية.
استأذنك أقول حاجة بما إني ذكرت طبعاً. يعني اهداء مراتي. انا ممكن اقول لك على حاجه. ايوه احنا ممكن نكنسل نشيد العاشقين ونعمل اهداء لمراتك. يعني استغل الفرصه. طب ارجوكي بالظبط. انا اديتك الكارت استعمله. شاكر جدا. فاحنا ممكن بقى قبل ما نختم ده اهداء لزوجه احمد وهو هيختار الاغنيه انا مش هختارها عشان ده اهداء ليكي انت. دي كانت غنوه فرحنا. اوكي. عيديها وخديني في حضنك بعديها الليلة دي صعب نعديها من غير ما نقولها كتير وسيبيني أحكيلك عن حب مليني وأحكيلك ليه بصي في عيني ما بقاش السر في بير كملنا اللي استحملنا عشان يكمل ايام وسنين وبقينا البعض ووعد الحر حبيبتي هيفضل دين ابني ليك جوا في قلبي جزيرة عشان احنا الاتنين هكتب لك قلبي باسمك وامضي وامضي عليا الشهود ولا يمكن اسيب الحزن يهوب قلبك وانا موجود هبقى لك بس وكله هيتفضل من غير مطرود.